ولا تطمن على نفسك، ما تقلقش لسه عايش، بس هو حياة أمك زي ما خرجتك من السجن هرجعك لي تاني. ياسر باشا، أنا ماليش في اللعبة القذرة. الدنيا علمتني إن عصاية العز هوش بيها ما كسرهاش. محدش له مصلحة يخلص مني غيرك يا باشا. أنت حبايبك كتير قوي. تفتكر بقى إني ممكن أصدقك؟ ومين قالك أصلا إن أنا عايزك تصدقني؟ أنت صعبان عليا. ما صعبش عليك غالي، إحنا لسه في أول جولة وأنا لسه بقول هادي. الكلام ده قديم قوي يا ياسو. يا أخي أنت ما زهقتش؟ ما تدور على المصلحة، اللقمة، المام. أنا عندي قرية سياحية بتشتغل حلو قوي، وعايز رجل أمن من حديد زي كده ومرتب خيالي، وأنا يا سيدي هتجاوز عن إصابتي. أنا آسف يا أخي، أعمل إيه؟ رجليك ناحيتي. وبعدين لو ما اتعلمتش من اللي فات، اللي جاي هيعلم عليك. وادي شيك اعمل قرشين للعيال. كنت متأكد انك هتعمل جو عزة نفسي منعاني. صدق اللي قال ان الكلب اوفى من البني ادم، عشان احنا بقينا في زمن الخيانة وجهة نظر، صح يا روكي؟ هو مين يعرف غيرنا؟ الحكاية اللي بيني وبين ياسر وسخن بيننا دلوقتي. يسخن ايه؟ ده كان عايز يخلص مني. هو اللي عايز يخلص من حد يضربه في رجليه، خصوصا لو كانت المسافة بينهم 3 متر. اللي عمل الحركة دي خاين رخيص. بس أبوي قال لي الخاين هو ده اللي تحب له الخير ويحب لك الشر. إنما عمي بقى رد عليه وقال له اللي هو أبوك، الخاين ده اللي اتكلم في ظهرك. شفت تمام الخاين أيامهم كان إيه؟ غلبان. إنما أيامنا إحنا الخاين هو أقرب واحد منك وأبعد واحد عن خيالك. سقف سقف. شوف لي معاك كده 200 جنيه. أنا إذنك يا روكي. الحوار ده ما يخصكش، بس لما اقول لك سقف يبقى سقف. باي باي يا حبيبتي. زي ما حضرتك عارف يعني احنا قناة بتحترم جمهورها جدا، وما ينفعش كده انشر اي حاجة من غير ما يكون معايا ادلة تحت ايدي. اولا سعادتك ما اسموش عمر نشرتي، اسمه صابر سيد علي طماني. ثانيا بقى انا اعرف كل حاجة عنه من يوم ما امه ولدته لحد النهاردة. Thank you.
الوحيد اللي ما ينفعش تديله فرصه تانية. وما توقفش حياتك على حد. ساعات كتير بنكتشف ان البدائل افضل بكتير من الحاجات اللي تربعت على عرش الاولويات. ارجوكم فاهمني. دي موافقه وزاره الاسكان على ارض الواحات، ابتدي مشروعك. ما تقلقش، احنا ابتدينا حمله الدعايه ومدينا عقود كمان، واخدين مقدمات بحوالي 150 مليون جنيه. طب كويس. وبعدين ايه حكايه دقنك دي؟ عايزك تخفى شويه. لأنك أبويا وأخويا وأمي وضنايا احنا لسه ما شفتهوش، زي ما عمري ما هيأس إني أجيب لك ولد حاضن دمي ودمك. والله أنت ليه دمك حاضن دمي يا ليلى؟ احنا في نعمة، وما دام وافقت ترضي ارضي رضا كامل. الدنيا دي غريبة أوي يا ليلى، تعبتني زي ما تعباكي. عايزة تعلمني كل حاجة وعكسها. علمتني زمان ان كل حاجه بالفلوس، ودلوقتي جايه تعلمني عكسها. علمتني ان نص فكره ونص كتاب ونص طريق ما وصلوش لحاجه، زي ما علمتني ان انا انسان مش نص، وبرضه جايه تعلمني عكسها، تقول انك مش كامل.